اهلا بحضراتكم مره تانية. من الواضح ان هي مكتوبه لنا ان احنا نعرف حاله الطقس هتكون عامله ازاي الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، والاسبوع اللي احنا فيه ده بالتحديد. معانا على التليفون دكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. بنعتذر لحضرتك على انقطاع الخط في المكالمه اللي فاتت. اهلا بيك مره تانية دكتور محمود، اتفضل. اهلا بيك حضرتك كريم قزنوان، ده مش مشكله. اهلا بيكم يا فندم. اهلا بيكم. يا ترى الاسبوع ده اخباره ايه يا دكتور محمود، والجو هيكون عامل ازاي؟ هو يعني للاسف هتبدا في ارتفاعات تدريجيه بدرجات الحراره. من اول للاسف بانت يا فندم. مفهوم يا فندم، مفهوم. طالما الجمله ابتدت بللاسف مفهوم يا فندم. طب للاسف هتوصل بينا لفين بقى يا ترى الاسبوع ده؟ معانا 36 و37 و38 درجه خلال هذا الاسبوع ان شاء الله، ارتفاعات تدريجيه بدرجات الحراره على القاهره وطبعا القاهره العاصمه وباقي محافظات الجمهوريه. جنوب البلاد هتتجاوز طبعا ال 40 درجه مئويه، تصل الى 42 و43 درجه. سواحلنا الشماليه خلال هذه الايام من 29 ل 30، ولكن طبعا مع النص الثاني من الاسبوع هتصل الى 32 و33 درجه مئويه. فترات الليل بدانا نستثمر ارتفاعات في درجات الحراره وارتفاعات طفيفه في نسب الرطوبه. ده برضه مستمر معانا خلال الايام اللي جايه، يعني اقتربنا من فصل الصيف بشكل كبير، فبدات بالفعل نسب الرطوبه ترتفع تدريجيا. بدا منخفض السودان ياثر بشكل كبير جدا علينا. هيبدا الايام اللي جايه يندمج مع منخفض الهند الموسمي، وده بدوره هيؤدي الى مزيد من ارتفاعات نسب الرطوبه خصوصا في فترات الليل. لا معلش، يعني ايه يندمج مع منخفض الهندي؟ الهندي. معلش دي مش فاهماها. هو حضرتك المفروض منخفض السودان هو اللي بيأثر علينا في ارتفاعات درجات الحرارة في فصل الربيع. لما بيمتد مرتفع العروض الوسطى اللي قادم من جنوب أوروبا بيعمل على انحصار لهذا المنخفض اللي هو منخفض السودان إلى المناطق الجنوبية فقط، وبيكون تأثيره على جنوب مصر بس، وبيكون شمال مصر في حالة اعتدال في درجات الحرارة. في الوقت ده منخفض الهند الموسمي بيكون تأثيره قادم من الهند الى الجزيره العربيه، واحنا شايفين ارتفاعات درجات الحراره في الجزيره العربيه ده فوق ال 40 دلوقتي، يمتد تاثيره ويصل تاثيره الى جمهوريه مصر العربيه في فصل الصيف. في الوقت ده لما بيصل الى فصل الصيف وبيمتد الى جمهوريه مصر العربيه بيبدا يتلاشى منخفض السودان، او زي ما بنقول بيندمج داخل المنخفض الاكبر اللي هو منخفض الهند الموسمي. عشان كده احنا بنقول ان منخفض الهند الموسمي هو اللي بيكون الكتلة الهوائية السائدة في معظم ايام فصل الصيف نتيجة اندماجه مع منخفض السودان. واحنا ندفع الثمن بعد الاندماج ده. هو يندمجوا واحنا نفطس يا دكتور محمود. يعني كده للاسف بندفع الثمن سواء بامتداد منخفض السودان او منخفض الهند، هما الاثنين بيتسببوا في ارتفاعات في درجات الحرارة، لكن منخفض الهند يعني قساوته شوية او قسوته بتكون نتيجه الكتل الهوائيه المرتفعه في درجات الحراره في الجزيره العربيه اللي بتتجاوز ال 40 درجه بمرورها على البحر المتوسط، بتحمل كميات كبيره جدا من الرطوبه ومن بخار الميه، وتصل درجه الحراره عندنا الى 36 و37 بعد ما كانت حاجه و40 في الجزيره العربيه، لكن بتكون مشبعه ببخار الميه وبالرطوبه، فده اللي بيتسبب او بيسبب عندنا الارق الشديد والزهق وما بنبقاش طايقين نفسنا من الارتفاعات. لا ده ليه علاقه فعلا بالحاله النفسيه. طبعا. انا مكاني مش هنا والله يا دكتور محمود. طب اوروبا اخبارها ايه؟ بفكر اطلع الويكند والله. لا اوروبا طبعا يعني مفيش اندماج هناك في اوروبا. مفيش اندماج حاصل. مفيش اندماج في اوروبا. الجو جميل طبعا في اوروبا خلال هذه الفتره، لكن ما فيش كلام ان بعض ايام فصل الصيف بترتفع فيها درجات الحراره في اوروبا. طبعا. شفنا المانيا درجات الحراره اللي كانت بتتجاوز ال 30 درجه وتسببت في حالات وفاه كبيره جدا. 30 وتوفوا؟ ما حضرتك ده مرتبط بطبيعه الجسم. متعودين على كده. دم الانسان متعود على درجه حراره كام؟ طبعا. فدي برضو دي حاجه طبيه بقى. احنا دمنا معاك ل 46 درجه. شغالين. طبعا عندي سؤال دكتور محمود، هو فصل الصيف يوم 22 ده المقرر صح كده؟ ان شاء الله باذن الله. تمام. في اي لا تمام اكتر من كده ايه؟ المنخفضين اندمجوا واحنا الحراره هتطلع بينا ونغلي كلنا. احنا بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر على هذه المعلومات. صباح الفل على حضرتك يا فندم، اهلا بيك.